يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ عندما تكلم على من أفرط في المحبة من الصوفية، هل وصفهم بالشيوخ يعتبر ثناء عليهم؟ لا، هم يسمونهم الشيوخ، هم يسمونهم شيوخهم، الشيخ يذكر كلامهم هم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، محبة الوالدين، وهم يقولون اللي ماله شيخ شيخ والشيطان، الصوفية يقولون اللي ماله شيخ شيخ والشيطان، وهل هناك شيطان أعظم من شياطينهم هؤلاء؟ نعم.